شو 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 جئناكم ندعوكم نمرح نلهو فهيا تعالوا فالوقت يطيب ويحلو معكم انتم احبتنا شو 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 لا 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 فقرات فبها سوف ألغاز وهدايا ولنا لكم مفاجآت تعالوا نخشب سرها معكم همو يا زيد شو همو يا زيد شو همو يا زيد شو 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 همو يا زيد شو همو يا زيد شو همو يا زيد شو 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 شكرا 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 مساء الخير مساء الخير وش راكم؟ إذن مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد شو اللي تجيكم في العطلة في أيام العطلة كل جمعة الصباح وش راكي بنتي؟ لاباس؟ قريتي مليح هاد العام؟ شحال جبتي المعدل؟ شحال؟ سبعة؟ الله يبارك الله يبارك شاطرين 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 وش رايكم دركا؟ أنا جبت لكم معايا مفاجأة ياسمين تعالي ياسمين ياسمين راح تعطينا بعض المعلومات بعض المعلومات اللي تفيدكم رحبوا بياسمين رحبوا بياسمين هلا تفضلي ياسمين مساء الخير يا أطفال هل تعلم أن أقوى عضلة في جسم الإنسان هي عضلة الفك؟ هل تعلم أن الجسم يحتمل الحرارة حتى 128 درجة مئوية؟ هل تعلم أن الذبابة تهز جناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟ هل تعلم أن النسور لا تموت لكنها تنتحر بسبب المرض؟ هل تعلم أن الدولفين هو أذكى الحيوانات الثديية؟ هل تعلم أن الماء البارد هو أخف من الماء الساخن؟ هل تعلم أن أول حيوان صار على قدميه في التاريخ هو الديناصور؟ هل تعلم أن أشعة الليزر أقوى من أشعة الشمس بأربع مرات؟ هل تعلم أن الجاذبية على القمر؟ تساوي سداسي الجاذبية على الأرض تصفيق على ياسمين برافو برافو شكرا ياسمين شكرا تفضلي ياسمين شكون هو الإنسان اللي عايش معنا يحافظ على الممتلكات ينظم المرور سهلة الشرطي الشرطي إذن يا أطفال راح تغنوا معايا أنا شرطي المرور كلي 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 بهجة وسرور 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 أنظم السير أراقب
راكب العبور وسعيد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور وسعيد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام وحارب الإجرام وخفف الزحام وساعد الأطفال شجاع مقدام أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور وساعد الغير مبتسم صبور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرطي المرور أنا شرطي المرور كلي بهجة وسرور برافو إذن أساعد الغير وساعد الأطفال يا أخي أطفال كاين أغنية شكون اللي يعرفها ويلتي تعرفوها ويلتي يا ويلتي لم ويلتي يا ويلتي لم أقم في واجبي تعلمني معلمتي يا جد العقاب برافو ويلتي طلعها لسان جيبها لهنا تغني لنا المقطع الآخر أرواحي بنتي غني مع أمو يزيد ويلتي يا ويلتي لم أقم في واجبي تعلمني معلمتي يا جد العقاب برافو شكون اللي يعرف مقطع آخر قبل بدء الدرس قالت أريني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكاهم برافو إذن تغنوا كامل معايا ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب يلا يا شد العقاب
إلى بدء الدرس قال أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزقي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي بأشد العقاب بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة كلا لم أقم به صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب برافو 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 تحية تحية برافو 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 إذن يا أطفال لازم تشفوا على المقطع الأخير اللي نقول فيه من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي برافو وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي راح نستضيفوا مع بعض تعالوا الكشافة تعالوا 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 ربي يسر إن شاء الله تعالوا 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 فوج الكشاف تعالوا تعالوا يا أطفال على بالكم باللي الكشافة الإسلامية تقوم بدور كبير حبينا نتعرفوا على هاد البراعم هادو انتم اي فوج رجاء رجاء فوج الرجاء من مدينه واد قريش نرحبوا بهم والكشافه الاسلاميه الجزائريه تقوم بدور جبار في التربيه وكامل اذا فوج الكشاف يحبوكم ونتمنوا لهم انتم تاني اطفال مليح انكم تنخرطوا في الكشافه الجزائريه الاسلاميه راح نتعلموا بزاف حوايج اذا شكرا تفضلوا شكرا شكرا يعطيكم الصحه كاين انسان اخر تعرفوا هذاك المثل اللي يقول خادم القوم خادم القوم خادم القوم خادم القوم سيده شاطره بزاف الطفله هذه شاطره الله يبارك برافو بنتي برافو خادم القوم سيدهم انا كاين انسان وعلى بالكم في الايام القلائل القادمه راح ندير معاهم فيديو كليب مع هاد الشريحه هاد الناس هادو اللي يخدمونا هادو ناس كل يوم يمروا في الشوارع ينظفوها
رجل رجل نظافة عامل عامل نظافة عامل نظافة خادم القوم سيدهم إذن عامل النظافة تغنوا كامل معايا عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد تعمل ليلا ونهارا من أجلنا دوما تغدو دهرك يمضي إبكارا فيه حر وبرد عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر تحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي تتحمل كل تعب من أجل قوت اليوم تسعى دوما في طلب لقمة عيش لا تنمي عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري هي أوساخا تحمل لا تبالي بالأضرار في كل حال تعمل كم تلقى من أخطاري عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر مقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم فمقامك عند الله أكبر أكبر لو تعلم وشريف عمل راق ووصف طبعا أعظم عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر عمي عمي يا مصطفى تنهض في الصبح الباكر يا عامل النظافة تتعب دوما وتخاطر برافو إذن هذا كان تقدير لعامل النظافة تعال اعطيني الميكرو منا نهضر معهم شوية كاين شيء مهم جدا الانسان اللي يعيش في الشمال واش هي الجنسيه تاعو الانسان اللي يعيش في الشمال واش هي الجنسيه تاعو اللي يعيش في شمال الجزائر واش هي الجنسيه تاعو اعطيني العروسه هذه واسمك الجزائر هو جنسيته الجزائر جزائري يعني برافو الانسان اللي يعيش في الجنوب أعطي الميكرو للشابة هذه اللي يعيش في الجنوب وش هو؟ جنوبي جنوبي الجنسية هذه فهموا مليح الإنسان اللي يعيش في الجنوب يبقى جزائري يبقى جزائري برافو 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 الإنسان اللي يعيش في الشرق واسمه كيفاش نقولوا له؟ جزائري يبقى جزائري عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها سألوني سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي راح نذكر حاجة برك
حاجه برك دركا طفله سقستني قالت لي كيفاش ندير باش ندير عيد ميلادي في حصه عمو يزيد. نفهمكم، حصه عمو يزيد باش تجي للحضور للمشاركه تروح على الموقع الانترنت عمويزيد.com، عمو بالا ماشي بالتروا، عمويزيد.com. كاين زرار شارك في حصتنا، تضغط عليه تخرج لك استماره تعمرها وتبعتها. اما باش تجي تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد ونعطوك هديه تابلت، نعطوكم من تابلت هديه عيد ميلاد، لازم تبعث لنا بريد، بريد ماشي الكتروني، عبر البريد تبعث لنا رساله فيها خمس قسيمات كود بار تاع حليب رامي دون زون انفلوب ادريسي صندوق بريد 22 لا صندوق بريد 42 بي بي 42 ستوالي الجي، صندوق بريد 42 ستوالي الجزائر. خمس قسيمات علب رامي حليب رامي باش تشارك بعيد ميلادك ونعطوك هديه تابلت، هذه واحده. كنا نكملوا مقبله، سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في الشمال وجنوبي، قلت الا ترون اني 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 جزائري. اذا سالوني من اكون، قلت سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري، قلت الا ترون اني جزائري. سالوني من اكون في الشرق والغرب، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. إحنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا
شكرا 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 شكرا. إذن يا أطفال، إذن يا أطفال، كل من يسكن الجزائر، كل من يسكن الجزائر هو جزائري، يكون شاوي، يكون قبيلي، يكون من الشمال، يكون من الجنوب، يكون وهراني، يكون متبسة، يكون متطرف، يكون من تمن راست، ما يبقى إلا جزائري. هذا هو الشيء كما نقول لا فرق بيننا والحب لمنا والأم أمنا هي الجزائر بكل المشاعر. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. إذن يا أطفال الجزائر هي أمنا، أمنا الجزائر. يا أطفال وقتاش يدخل فصل الربيع؟ في أي يوم يدخل فصل الربيع؟ ما تعرفش فصل الربيع؟ 21 مارس الشجر، عيد الشجرة 21 مارس. وقتاش دخل فصل الشتاء؟ وقتاش دخل فصل الشتاء؟ وقتاش دخل فصل الشتاء؟ دقيقة دقيقة دقيقة. وقتاش دخل؟ 21 ديسمبر. 21 ديسمبر. برافو برافو. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها هي الفصول الأربعة جميلة منوعة. إذن هي الفصول الأربعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروية. أما الربيع الأخضر فساتين ممتعة، يراقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. يلا 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 كمل كمل أكبر كمل. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، فمطرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء ساطعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي ولا الفصول نافعة؟ الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي ولا الفصول نافعة؟ هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة
وشهور السنة مواسم موزعة. يلا 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 كمل كمل. برافو برافو برافو. إذن الله هو الخالق للكون ليس مضيعا. هل تفهموا أحبتي؟ كل الفصول نافعة، كل فصل وعنده الفوائد نتاعو. واش نديرو في المواسم، في الأعياد، في الأعياد والعطل؟ واش نديرو في الأعياد والعطل؟ واش نديرو في العطلة؟ واش نديرو؟ نحتفل. واش نديرو؟ نحتفل. نحتفل؟ نعود نزهو. نروحوا للتنزه مليح؟ نزوروا الأقارب. نزوروا الأقارب. برافو. واسمها هذه؟ زيارة الأقارب واسمها؟ واسمها؟ صلة الرحم. برافو. صلة الرحم. على بالكم علاش أنا نقول لكم صلة الرحم؟ لأنه حنا كي كنا صغار في الأعياد والمواسم نحب نزوروا العمة، الخالة، الجدة، الجد. زيارة الأقارب مهمة جدا ونسميها صلة الأرحام. لازم نزوروا الأقارب وخاصة كي يكونوا مراد يا أطفال، والجد والجدة كي يكبروا يحبوا كي نروحوا نزوروهم. إذن صلة الأرحام. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام، سأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والله حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا عليهم باب. هذا العيد ها قد جاء، يا أبنائي يا أحباب، فأقاربنا هنا وهناك، يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلنا لا نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام والصابي صلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. يا
مرة في الأيام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام. أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام وصابي صلة الأرحام. برافو برافو. إذن ليس عندي فرق بين خالي وعمي في الأرحام. يا أطفال ما لازمش نفرقوا بين الأقارب تاعنا. إذن يا أطفال صلة الأرحام شيء مهم جدا جدا جدا. وش هو الشيء نقول فيه؟ يلصق ظهري ويضرب وجهي. من أكون؟ يلصق ظهري ويضرب وجهي. من أكون؟ شوفوا الشابة هذه، شوف الشابة هذه. جواب اللغز هو المسمار. لا لا مش المسمار. يضرب وجهي ويلصق ظهري. من أكون؟ مسطرة. مش المسطرة. نحلة. مش النحلة. وش هو؟ صورة. لا حصان. 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 لا لا شوف اعطي اعطي له الميكرو. سكوت. صوت. لا لا غراء. خيال. لا لا مش الخيال. غراء. كرة. لا لا زهد. لا لا عنكبوت. الورقة. ميازد. ميازد. المسلم. ميازد. وش هو؟ إيه. لا 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 لسقة. البيت. أبو ياسين. أبو ياسين. أبو ياسين. طابع البريدي. تعال برافو برافو. أوصبها خلاص. أوصبها. جيبوا لي الشاطر هذاك. جيبوه أروح. وش هو الجواب؟ طابع البريدي. طابع البريد لو تامبر. يضرب وجهي ويلصق ظهري. إذن هو لو تامبر. أعطونا الهدية تاعو أو جبنا الهدية. هدي تفضل. هدي الهدية تاعك. مهدات من طرف مول الحصة رامي وعمو يزيد. بالتوفيق إن شاء الله وليدي. أتفضل أتفضل. مع السلامة. مع السلامة وليدي. مع السلامة. واش هو الإنسان اللي وصلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سابع سابع الجار. الجار. لا لا انت اللي قلت لي بنتي. إذن هو الجار. عمو يزيد لكم أغنية. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. يلا كمل معايا. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار كيف غبت عن الأنظار. حالك أحسن طمني. قلي قلي ما الأخبار. حالك أحسن طمني. قلي قلي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار يا من تسكن جنب الدار. وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار.
جاري يا أحلى الجيران، ربي أوصى والعدنان أن أسأل عنك دوما. هل أكلت أم جوعان؟ أن أسأل عنك دوما. هل أكلت أم جوعان؟ جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أهل الدار جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد؟ عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا 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 شكرا. إذا يا أطفال، الجار مهم، مهم جدا في حياتنا. الجار ثم الجار، وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجار نحبه، نلعب مع أولاده، يجي عندنا في العيد في المواسم. يا أخي يا أطفال، تحبوا الجيران؟ برافو برافو برافو. شكون اللي يعرف اليوم العالمي للبيئة وقتاش؟ شكون اللي يعرف؟ يوم الشجرة. واش من يوم؟ يوم الشجرة 21 مارس. 21 مارس هو عيد الشجرة، ولكن اليوم العالمي للبيئة وقتاش؟ 22 ماي. لا لا، مش 22 ماي، 20 ماي. لا لا هي صبت الجواب. 5 جوان. واسمك؟ إيمان. إيمان، الله يبارك بنتي الشطرة. إذا اليوم العالمي للبيئة هو يوم 5 جوان. 5 جوان، شفوا عليه مليح يا أطفال. يوم مهم. كيف نحمي البيئة؟ كيف نحمي البيئة؟ بالماء. تنظيف المحيط. تنظيف المحيط، برافو. لازم ننظف المحيط يا أطفال لحماية البيئة. وكاين شيء مهم تاني اللي هو زرع الأشجار، مهم جدا، المساحات الخضراء. إذا تغنوا كامل معايا: نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، سلامة كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. يلا نحمي بيئتنا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، وسلامة كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، وسلامة كوكبنا وأرضنا، لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا، بيئتنا فيها سلامتنا، سلامتنا حمل التشجير ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. نقوم حمل التشجير نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة، يحيي الحيوان
العطرة نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة نمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى نمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى نحميها تحمينا بيئتنا تعاني كثير حمايتها لينا سطر نحارب شرها بالخير تعيش بيئتنا حرة بيئتنا تعاني كتير بيئتنا بيئتها لينا سطرة نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة نال منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة نحمي بيئتنا فيها سلامتنا لو نحميها تحمينا نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا نقوم بحمل التشجير ونلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة نقوم حمل التشجير نلبسها حلة خضرا وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة برافو 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 شكرا اذا نحمي بيئتنا فيها سلامتنا واش رايكم يا اطفال شكون هما الاشخاص اللي دائما يساعدونا بعيد الشر في حوادث المرور في الاسعافات الاوليه الحمايه المدنيه الحمايه المدنيه راه معنا اليوم على ما نظن رجال الحمايه المدنيه ندير لهم تقدير واش كنا مقبله اليوم العالمي للحمايه المدنيه وقتاش قلتوا مقبله 1 مارس برافو يوم اول مارس هو اليوم العالمي للحمايه المدنيه وفي الايام القلائل هادو عمو يزيد هاد الاغنيه راح يصورها فيديو كليب مع رجال الحمايه المدنيه باش ندير لهم تقدير تقدير كبير لانهم يسهروا على راحتنا نقول فيها الأغنية ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار يلا ما أروع رجل الإطفاء ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار على استعداد الليل نهار ما
أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. إذن أغنية نهاية الحصة، لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع، لا ننساكم، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد مع أمو يزيد. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود، فانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا
تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد عمو يزيد. برافو 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 يا أطفال، برافو برافو، يعطيكم الصحة وبقوا على خير وخذوا رأي مالكم.